برج بوعريريج الولاية التي تتوفر على أكثر من 2 مليون شجرة زيتون، ما جعلها تحتل المراتب الأولى وطنياً من حيث الإنتاج. وبهدف تطوير هذه الشعبة كماً ونوعاً، نظمت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية للولاية يوماً دراسياً تقنياً حول برنامج دعم الزراعة بازا الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ودوره في تأطير فلاحي هذه الشعبة بالولاية. هذا اليوم التقني حضره خبراء أو مستشارين تم تكوينهم من طرف برنامج دعم القطاع الفلاحي اللي يسمى بازا بالتعاون مع الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي قطع أشواط كبيرة في تطوير شعبة الزيتون على مستوى الجزائر ومنها ولاية برج بوعريريج. ده في 3 ولايات في البداية، اللي هي بجاية تيزي وزو بويرة، بطلب من وزارة الفلاحة يعني مديرية الإرشاد الفلاحي والتكوين، عندما يعني لاحظوا النتائج يعني المرضية الأولية لتجسيد برنامج تكوين المستشارين ولا برنامج الاستشارة الفلاحية، ارتأوا أن يطلبوا لتوسيع نطاق برنامج الاستشارة إلى ولايات يعني القريبة للولايات الأولى، اللي هي دونك سطيف، برج بوعريريج، مدية، جيجل، دونك 5 ولايات. اليوم الدراسي الذي عرف مشاركة 40 فلاحا كان فرصة لمعرفة كل الأساليب التقنية الحديثة في تحسين منتوج زيت الزيتون، خاصة ما تعلق بطريقة الجني والتخزين والعصر وكيفية التعامل مع أشجار الزيتون في حالة الجفاف. اليوم رانا في اليوم هذا اليوم التحسيسي، جاينا خبراء يورينا كيف عملية الجني، نهزوا معلومات بهذا اليوم، هذا نهزوا معلومات ما شاء الله. بفضل هذه الأيام التحسيسية أصبحنا نعرفوا زيت البكر الممتاز، أصبحنا نعرفوا طريقة الجني، أصبحنا نعرفوا طريقة العصر، أصبحنا نعرفوا كيفاش نجنيوا الشجرة ونحافظوا على الشجرة. إلى جانب تدعيم شعبة زيت الزيتون في الهضاب والمناطق الشمالية، يعمل برنامج قطاع دعم الزراعة بازا على تأطير وتدعيم شعب فلاحية أخرى في المناطق الجنوبية على غرار شعبة التمور والخضر والفواكه.